العنب، العنب اللي عندك، اللي عند سلمان. هي ابراهيم ذا جابنا الجوع يا ولد. الجوع مش الحل. ها مش الحقي. اي والله. هذه لعب اعصابنا. شو الوضع؟ الوضع تبي جدول؟ الكور حقتي ماني جابل كورتي ماني هلا ذكي وثابت. احنا ابراهيم انتم احنا نجوع من الخوف. والله يا جماعة كلكم عزيزين. والله ما كلين الله سبحانه. ما كلين الله سبحانه ذي كل شيء عسى ربي يسيرها إن شاء الله. على الله توكلها. عشان تصفقني نفس تو. تبي تاكل؟ ماي نفس. ليه؟ ما. مسدس نفسي. لا. سدس؟ ليه؟ ماش كذا. تبارك الله هجوبة حلوة جميلة. لا تحطها. تاكل. تعال اعطيك من ذي. لا لا نفداك ما لي ورق عنب اصلا ما احبه ما اكله. بالعكس هو حلو. لازم تطيح كله. ها اجل. وعلج وانا لسه اجيكم. احنا هنا كلها ضد كلها سلاح علينا احنا. يا ولد اعصابنا اعوذ بالله. اي والله احبك. والمشكله لو نطلع من الشاشه واللي يطيح يستمر. نطلع من الشاشه قدامكم يطيح عادي يستمر. بجيبها خيرات. طلع لا هو حطي قصيده من قصايد ابو علي. ايه يقول لك الله هذا التغلي والزعل والمشاري نتيجة الصدى ونهج القطاع ومن ضيع حسابه وخيبها قاوي إذا شراه الحظ بالبوق باعه. الحب مثل البحر واللي غرق فيه ما هو مثل اللي وج شراعه. من فات به وقته ولا عاد يمدي على هوى قلبه يجهز متاعه. على هوى قلبه يجهز متاعه. وإذا اجتاح لك من توده وتغليه يحاول يمد الثقه والقناعه. تشتاق له والشوق يدفعك تاتي ويزود شوقه بين ساعه وساعه. ويزود شوقه بين ساعه وساعه. صح صوتك. هذا رزقي؟ ايه ما شاء الله عليك. عبد الله مجرم. امس سمعنا قصايد له. والله يا ولد والله عبد الله مجرم مجرم مجرم. يتعب القصيدة يا اخي وسلس فيها فهمت؟ سلس فيها وعنده حس. ايه عنده حس عالي. سولفنا اياه قبل البارح شيخ علي حتى بعد في كلامه معي يا اخي ذريت الادمي في صفاء معك بالضحك والوناسه ذي. لا في شيء في داخله فهمت؟ وفي صفاء قلب ما يعلم به الله. يوك قبلها وحده على كيف. والله العظيم من هبت منها. الله يسعدها يا اخوي. لا يا والله تحلف والله. كم جاوب على سؤال؟ والله اني ناسي. ثلاثة صح؟ انت كم خط عندك؟ انا خطوة واحد. واحد بس. 400. ما عليه تهون. انا جبت 3100. ما عليه ما عليه زين. تهون. الله يجزينا. دارت الدنيا وحالي ما برا الله الستر والمخرج ملي. ايش تبغى الشاهي؟ احسب ان الراق سارا وثرين والصيف ما هو ممتلي.
من يلوم اللي مفارق له ولي شوارب الحسن تاع ابو عيد ولا خطا اللهم لك الله تذكر شهادي قديمه اللي يقول فيها من يلوم اللي مفارق له ولي الحمد لله استاهل والله يا بني طيب يلتهي والقلب في عرقه نزيف هلم بلم فوق لا يهمونك لبيه صح بدنك صح صح بدنك لا يا لا لا يا سلام يا عيال الحمايل لو يجفن ولا ميا يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا سلام يا عيال الحمايل لو يجون البين ولا مية أربعة منا على أربع قمايل عندنا خبر كذا منا على أربع مية يا سلام يا عيال خلينا بحسبها الغتر حمايل لو يجون البين ولا مية أربعة منا عن أربع قبايل والولد منا حلو الجرع طيب يا عيال الحمايل لو يجون البين ولا مية أربعة منا عن أربع قبايل والولد منا عن أربع مية يا سلام يا عيال الحمايل ما قدر غير بالعالم حشوها حشو عجل عجل زيدان انا عذيب حن انا عذيب حشو يا عيال شغلوا مكيف شغلوه يا عيال ها يا عيال جايب ابو فار حديد وقف وقف شو فكرني منك والله مغطك على وجهك والله فكرني منك والله لا مغطى واسمع بالله ابو فار صدق ليش تكره صدق هذا ني فوبيا زايد ها والله ودي اسالك من زمان ابو فهد لو يجون الفين ولا مية أربعة منا عن أربع قبايل والولد منا عن أربع مية يا سلام يا عيال الحمايل لو يجون الفين ولا مية أربعة منا عن أربع قبايل والولد منا عن أربع مية سلام يا حي ها الشو العب تهيضني وانا قلبي في عتابه ما قدر غير رب العالمين تعال 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 شوف شوف كيف اخليه يشوش فرنس تعال فرنس دقيقه فرنس دقيقه نطش ونفعل ما نشاء القوم نعتبى عشاء حنا مخضبت السهوم حنا مخضبت السهوم يا عزوتي يا معزمي يا لا 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 امنا لحد لنا لحد يلي تحدانا تحد لا 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 ميال عقاله ولا تجمر ميال عقاله ولا تجمر مكتب على قهرك أحبك حبي يا قلع
علبة كنتر. ليه يا ابو سابق؟ يا ما كنا هذا اخر يوم يا عيال. القوم يا كيف حشا يا نام خلق الجسا. خلك خلك خلك. يلا. يلا ما عليك عندي. كذا كذا. بس انت عندك هذه. يلا. يلا انت عندك هذه يلا. كذا كذا فات. يلا. يلا يا مسلم. يلا. يلا. كذا. حطك نفس قبل شوي. نطش ونفعل ما نشاء القوم يغتب عشاء حنا مخضب تسهم حنا مخضب تسهم ما لحد لنا لحد يلي تحدنا تحد في عتبة ما قدر غير رب العالم يا حلو الحياة والله انت ما ادري ايش انا يا الباقي اقل واللي يبزون حلاها ابتسامتك ابو فهد والله ما اقول والله ما اقول حلفت 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 قبل والله ما صمت هذه حلفت قبل وش العلم يا زايد ايش تقول انت؟ يا اخي كذا ان بنطلع وذا حزين حزين والله ذكريات الله من بقى ما غاب من بقى ما غاب ارحلوا بسكات بلا عذر واسباب من يلوم اللي مفارق له صديق يتنهد كل ما طار نباه يلتهي والقلب في عرقه نزيف كل ما طاره عواد له بلاه انشخ الحاله وهو حاله نحيف والليالي سود ما تروي ظماه كل يوم يقول سترك يا لطيف يشتكي قلبه وهو ليته نهاه ليت قلبي كل ما والف كفيف كان ما دبر ولا قف وراه ما دار قلبي من الصدمه رهيف لا دار صكت الايام تحدا الله الله والله اني بفقدكم اشهد الله كمل زايد انا حبيت الكتاب ذا كان قلوب بقراب فلا والله ما هي بعيده تجي اقرب من المريخ لا الارض يقرب البعيد شهد انه يقربه الله يحييك تحيا مطر والله الارض انها ترحب بس ما ترحب يا زنحاي انا يمكن استقر هنا ترى اي صار كان رفيق الطير يا رفيق الطير حي الهد يا رحا اهدا لك ابو مبارك وانا شامر هلالي نعم يا لا 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 هذه يا لا هذه عبد الرزق يقسم بالله على كلمات انها مجنونه هذه كنا تشكي حالنا يقول سنجاره الله الله يا رفيق الطيب يا ذخر الرفيق راس مال وفل وزمن اذخره مثلك اللي في السماء حر انطليك كل رجم فالنوايف يشبره
لا تخليني على المناه طريق افزع افزع وانت عز ومفخره يا سعيد الطيب ميز فالوريك مثلك وشرواك ما شاف استراه الله الله عطني عطني بيت عن اخوه او البيتين يقول يا رفيقي يقول وش فيك ضايق ومتعكر ومحتاس الله اكبر وحالتك حاله هي الرفيق الموالي الله هلا انت ما انت مثل باقي الناس شر ولد عمي وعمي وخالي الله هلا سلمت سلمت وكرمت جيتك على خدمه وفي صدري علوم وكلامك مجمل وانا احسب له حساب جيتك مسلم وانت غالي ومحشوم من قبل لا يرعد علينا بالسحاب شاري يا عشير الغانمين كان في ريع على أنا هدا من بادي بتطلع منه أم تروح أو ما تطلع اليوم أنا زياد ولد عمي احتلين عند الباب اللهم عادل الديتي فحنا قايلين ترى إذا طلع من هنا تجيني أفكارها بس خلني أنت أطلع من هنا بس خلينا نشوف وين السعر على الرزق تام من الخايف فهد الراح اغراضكم جهزتوها يا عيال انا باقي فيكم شنطه هذه حقتك جيتك على صلاتي سلامي اللي فش داي الذرانا ما حن من اللي ينظر يجار ويمين وتنشر من الغيا وانت الموت نشر وانت خير حدانا ذولا هل العوجك حامل معادين حكامنا واخ زامن هون ماهنا شعارنا معروف نخله شيفين وعلى المعارك ما حدد مدانا كيف الطريق اقول والوقت ما يندر سلام مني يا فيصل ابو مدعي العرجاني يا اللي علوم الطيبه تحريبها دارت عليهم رحانه الوقت ما هو على كيفك ولا هو مجاني لكن على ما قيل خذ وقتك يبيني رزق هلا ها الحين على ها ما تغير ولا ها ها يبون يبون كيف انا يا شيخ إيه الله يعين الله يعين قلبه اللي تولع قلبه تولع قلبه كل ايه الله يقول على الزعود اي اي رزقي رزقي على الله على السعودية اي والله تعال يقول اتصدد واتنهد كل يوم كل يوم لا لفاني طارين يبحث خفاي خفاي المشاعر طاغية وانا كتوم واتعزز عند ربعي واخوياي مرت طايح وكم مرة اقوم وعازل عمري لي اجاني بلاي والله ان القلب ما هو بمحروم ما اخذ قلبي ولا هي في ذراي فاتنا تاسم على قلبي وسوم وحرمتني من غداي ومن عشاي تتصل وتقول امر ومخدوم يا حبيبي يا رفيقي يا موناي وبعدها غيمت ما بين النجوم نجمه حولي ونجمه من وراي نجمه فيها العوايد والسلوم ساطعه فوق النجوم
وفي سماي واسمعوني يا من قلت العلوم الفراقه شد من طنس دقاي. سلام. صح لسانك. صح لسانك. اي نعم. وصلت مشاعر. في مداق هنا والله. ايه. شنو؟ فيصل صح لسانك. يا ابو مشاري يا عشير الغانمين. يا مشاري يا عشير تعال. بكره تقول لي. ابو علي. بكره. ابو مشاري من؟ عتيبي عتيبي شباب من عندي الجمعة سيدة طيب يوم الجمعة يا ابو الحين الها قص سالفة قصة شيء عيدها عيدها نبش ها يقول اتصدد واتنهد كل يوم يوم لا لفاني طاهرين يبحث خفاي المشاعر طاغية وانا كتوم وتعجز عند ربعي وخوياي مرت طايح وكم مرة اقوم وعازل عمري لي اجاني بلاي والله ان القلب ما هو بمحروم ما اخذ قلبي ولا هي في ذراي فاتنه تاسم على قلبي وسوم وحرمتني من غداي ومن عشاي تتصل وتقول امر ومخدوم يا حبيبي يا رفيقي يا موناي وبعدها غيمت ما بين نجوم نجمه حولي ونجمه من وراي نجمه فيها العوايد والسلوم ساطعه فوق نجوم وفي سماي واسمعوني يا من قلت العلوم الفراق اشد من طانس دقاي سلام صح عبدني صح عبدني أنا يقول تزيد مكالمة أكيد إيشي هو صوتك شو خلينا نسمع هدد إيش هذا رزقي سلام يا داري رزقي سلام يا داري أنا دوب أتعامل مع اللي يهرجون عاد الصمان هضامة ترج ولا لا؟ ترج ولا لا؟ طوب عمرك. لا 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 يا ابو مشاري يا عشير الغانمين. اي والله ها. الله يحييك الله يحييك. بالله شغل مكيف يا مسلم يا خوف بن سياد نفوس يا خسارة هد 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 تحب الطبي الله لي الله يسامحك ثوبي تحفطونه لا 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 ثوبي اصبح مسكون مسكون كذا قد شفت ورق عنب متلطخ في ثيابك كنت وياه راح هناك راح هناك راح يا ايش الحوسه هذه يا ولد يا ولد يا ولد هذا اخر يوم بعد تطملون المجلس الله يا وقت مضى ليته هذه اسطرني لا تسويها فيني شوف شوف وين رايح اي عشان 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 شوف وين رايح هنا ايه تستاهل ايوه تخارق الساعه راح هناك انت عشان سريركم جنب بعض تقلبون علي ها اه اي اي الله لا يحييك ولا يحيي معك اجري خذ سوقه 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 كيفني بالله خليك وياهم يلا ما تروح حياتنا الحياه ابو بدر والله عندي شو عندك لا تقوم تصرف انت راح ودي اروح لكل محل اترك خلاص ما غدتك احسي كلمه انه تبي نمشي حاي اللي ودك تبي نمشي باكر بعد الحفل نحجز 4 فجر ما اقدر عندي الجمعه حفل يا بابا سوي نفسك الحين تسوي نفسك مجنون ما تقدر الجمعه جايك سالم جايك سالم
الو ليلة واضح الليلة واضح ليلة تفرح هذا كايسر احمدنا تكيتك والله تكيتك خلوني شوي دقيقة هذه الليلة واضح ليلة وش الله يا اكتم مباله بدهنها اهلا وسهلا اجين اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين نرحب بكم خلف شاشات قناة الواقع وايضا نرحب بكم عبر البث المباشر في اليوتيوب نرحب بضيوفي زايد بن سابر واحمد عوض نعم زايد بن سابر مرحبا كيف كانت رحلتك طال برنامج البزنس طيلة والله برنامج البزنس والله يا ابو مبارك انا ما بتصنع بالكلام ومتكلف بالكلام لكن اثرها فيني الحين والله العظيم بيتك ومبي حزن على اني بفارق الدنيا هذه كلها طيب لكنك في معرفتك معرفه اخوي انا والله طول والله العظيم اني صادق طيب زايد بن سابر هل كل المتسابقين خلاهم واحد او لا؟ لا جواب انا صريح جدا جواب جميل اشوف اني من اصرح الناس في المجتمع في في المنتجع تعجبني ثقتك والله العظيم ننتقل الى الى الاعلامي الثاني اللي هو احمد عوض احمد عوض مرحب كيف كانت رحلتك شيء طال ولا طول طيله مدى البرنامج البزنس رحلتي كانت تمام الين قبل شوي السؤال اللي وين صنعت الكابتشينو حقي حقك كابتشينو وين تصنع يعني وصل قبل 130 سنه في ناس تشرب كابتشينو انا اعرفها شاهي وقهوه طيب والله العظيم لحد قبل الامور والله الحمد لله تبي الصدق انها زينه لكن بقول غير خسرت التعب اليومين هذا اللي مرقد اللي اجهدت مخي على كتاب قصدي اخر شيء ولا سؤال بس خيره في مختاره الله معوض خير زودنا ثقافتنا فالحمد لله والشكر على السؤال الاسئله اللي جتني قبل شوي والله رغم اني انجلطت داخليا لكن الحمد لله والشكر باذن الله العوض قدام باذن الله ان الله يكتب لنا اللي فيه خير فلذلك انا اقدر اقول ال 100 يوم هذه والله العظيم اني احس صار جزء مني يعني سواء بيض الله المتسابقين الناس اللي حولي اللي رايح واللي جاي سلام انا حزين من شغله يا ابو مبارك اذا تسمح لي اني افضفض عنها تفضل انا والله العظيم اني قافله معي واني متضايق مره من موضوع يا طول عمر سلامه اني قصرت واجد في البرنامج ما انت مقصر عملك عشان اوصل لك بس اني كلام في الخاطر ودي اقوله والله قصرت والله واجد في البرنامج قصرت في امور واجد تاخرت عن امور واجد غبت عن فقرات يعني حاجات واجد انا قصرت فيها وانا اعترف بالشيء ذا لكني انا دخلت البرنامج قلت زايد ابيك تعيش واقعيتك سلبيتها وايجابيتها عيب الله وجهك فالتقصير هذا اللي حصل هذا فيني انا والله ما قدرت اتصنع المثالية واتصنع الكمال واتصنع صح اني والله اني ضغطت على نفسي في احيان ضغطت على نفسي في امور حاولت بقدر المستطاع اني اتواجد واني على الاقل تعب الناس اللي وراء ما يروح عبث لكن ما في ادمي ما في بنادم كامل لكن في حاجه ان شاء الله انها بس وصلت للجمهور خليك من موضوع الفقرات والنقاط وهذه اني حاولت اني ازرع ابتسامه ولو ان شاء الله في 5% بيض الله من الجمهور كامل والله انا يكفيني وهذا والله المكسب والمحبه اخوياي لي هذه والله انها بعد المكسب من برنامج والله انك كاسب وغيره والله العظيم اني قصرت في 100% وابتسامتهم دائما كذلك نرحب اعزائي المشاهدين بالضيف الثالث وباذن الله نمو الخير عمر حامد اهلا وسهلا اهلا فيك الله يطول طبعا عمر حامد من ابطال او نجوم البزنس غادر بالاسبوع الاول وكان يعني القلب شو النابض فكان القلب متقطعا تقطعا تقطعا لذلك عمر حامد ها تفضل عمر حامد تفضل هنا على ذاك دقيقه اهلا وسهلا هل استفدت من برنامج البزنس او ماذا استفدت من طيلة هذا الوقت والله استفدت قعدت 20 يوم صح 22 يوم ولحقناها ب 4 ايام يعني قرابه الشهر استفدنا فيها والله ومن اهم اللي استفدنا فيه حسينا بالمسؤوليه والله بالمسؤوليه اللي شايلينها انا الذي لا اله الا هو قبل برنامج ما اقول لكم في استهتار لا لكن تعرف اللي اتكلم بعض الاحيان بعفويه زايده يعني اقول الوضع عادي يعني تاخذ لك ما اخذ اخرى ايوه عادي لا الامور تمام لا ما هي تمام لازم تضبط امورك لازم انك تدري انك ناقل رساله وشايل مسؤوليه كبيره
انا ذكرت موقف اكثر لاكثر واحد من الشباب. في واحد شمري من رفحه صدمني رده فعله. والله صدمني رده فعله. جالس انا ومعي اثنين شرواكم شرواكم طيب حطينا قناه الواقع. قال ما شاء الله انتم تتابعون القناه. وقالوا الدير قال لا تتابع والاثنى على القناه. بعدها قالوا طيب نبي نشوف اصغار. تعرفون ذا من؟ انا قلت مو من سبع مستحيلات الا اللي بعدها يقولون هذا عمر ولا يقولون ان هذا كان مشارك ولا انتم قاعدين كذا. قالوا عمر الحامد هل العيالي اللي يصورون من هناك جوالات مدري وين يصورون قبل اطلع. اي يا ولد انا منها خلاص قلت ريوس ريوس ابو حامد وزن ايش تقول ارجع اخطي بسناب هذه العفويه زايده مثلا ما لازم انها تظهر مثلا صادق. قدام صغار السن بالشكل هذا ما لازم تظهر ان الناس كلها ما يفهمون ايش اللي في خاطرك ابوك بالجنة. ايوه فما لازم تظهر لازم اظهرها بصيغه ان ما يترتب عليها اي امر سلبي لا الصغير ولا الكبير. فهذا من اهم الايجابيات اللي استفدتها من القناه والله الله يبيض وجهك والله يا ابو حامد وجهك يا حبيبي. طبعا اعزائي المشاهدين ننتقل الى نفسي. انا للامانه كسبت اخوان اولا وكسبت شريحه كبيره من الجمهور ومن المحبين ومن الاخوان والاخوات. للامانه يعني انا اتوقع يعني قصرت بحق نفسي اولا وقصرت بحقكم كطلوعي 63 يوم. بقى عندي شيء الكثير ولكن هذه سياسه برنامج واللهم لك الحمد. انت عوضت من برا ابن مبارك. انا من وجهه نظري انك انت عوضت جمهورك برا باذن واحد ما قصرت برا دعسه ما شاء الله تبارك. اني اعوض واتمنى يعني رساله تصل لكم. يعني انتم راس المال انتم تزرعون ابتسامه فينا انتم اللي تحفزوننا انتم يعني حنا لولاكم يعني كاداره كمتسابقين كأي نفر بهذا البرنامج ترى أنتم رأس المال وأنتم الشيء الأول والأخير. سلمي قال كلمة. أنا أعد جمهوري سلمان تفضل. أنا أعد جمهوري بالشيء الأفضل وبالشيء اللي يليق فيهم. تفضل أبو أحمد. وبإذن واحد أحد إن القادم أفضل. وكذلك نرحب بضيفين. نبدأ من اليمين. أنا كحيلان الشمري طال عمرك. نبدأ من اليمين بعثمان الجنيبي من أهل عمان. وأهل عمان طبعا لهم معزة خاصة محبوبين للأمانة. وياهني من هو من عمان. ونرحب بالضيف الثاني كذلك سلمان النزي عنوز يعني ما يحتاج أهل جعلهم يسلمون وعنزه على ما قال مدح نزه متميزه اساس الشموخ ومركزه. طبعا نبدا كذلك من اليمين الى اليسار. ماذا استفدت عثمان الجنيبي طال فتره طيله فتره برنامج الواقع؟ والله يا طويل العمر استفدنا. استرح ابو شاي. من ناحيه سلام من ناحيه تقبل الجو الاعلامي وتقبل الجمهور. انت اللقاء ترى ما هي زين تدخلون كذا ولا لا 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 في لقاء يا شباب في لقاء يا مشاري عمر في شنو شغل في لقاء يا في لقاء. عثمان تفضل ابو سلمان ماذا استفدت يعني الطول؟ اي اتجاوز 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 طولت اتجاوز ضرب خمسه الا عبد الله. تفضل سلمان طولت هي قصيره اول حاجه. لا مستحيل والله ضرب خمسه. دوري طيب عارض تفضل يا عثمان. أو بدا يقول لك استفدت يا طويل العمر في تطوير تجربتي الإعلامية وطال عمرك الكاميرات التعامل فن التعامل مع الأضواء والكاميرات وفن التعامل مع صنع المحتوى وإحداث مثل ما تقول اللي هي يعني العمل على الأحداث اللي تجذب الجمهور. وفوق هذا كله يا طويل العمر اللي هي التجربة الجديدة ف اني ما اعتبرها تجربه جديده لاني بروحي الحمد لله يعني انسان اجتماعي لكن اعتبرها تجربه جديده لي انك تجلس يعني 110 ايام تقريبا يعني مع ناس اول مره تعرفهم اول مره تشوفهم اول مره تختلط فيهم اول مره تعرف عنهم وعن اللي عندهم اللي من الشمال واللي من الجنوب واللي من الشرق واللي من الغرب واللي من عرعر. يا عرعر والله يا ابو عماد. وكذلك اعزائي المشاهدين
نرحب بالضيوف الجدد عبد الله الكرعاني وسيف المطيري وايضا مشاري عمر. سلمان العزيز، ماذا استفدت طيلة برنامج البزنس؟ اول حاجه الله يعطيهم العافيه قناه الواقع والاداره عامه وعلى راسهم ابراهيم الحسين على اتاحه الفرصه على اللي قدمناه حنا، الله يعطيهم العافيه وبيض الله وجيههم. صراحه حنا يعني المفروض ايش قاعد تقول نعيد عيد يلا. اول حاجه الله يعطيهم العافيه على طقطق والله تو الزبد، الله يعطيهم العافيه وبيض الله وجيههم على تحت هذه الفرصه، وكل نقدم اللي عنده والله يوفقكم اخويانا وبيض الله وجيهكم على اللي قدمتوه هالشيء الزين زين. طبعا دائما اذكر الشيء الزين حنا، فالحمد لله اخويانا اللي قعدوا البرنامج قعدوا يمكن 110 ايام باذن الله، مع بكره واللي بعد 110 ايام ابدعوا وتالقوا واجتهدوا على نفسهم وتعبوا واجهتهم صعوبات وعداها ويا ربي لك الحمد. هذا من قوتهم ومن قوة إبداعهم فعلا. صراحة كلمة شكرا لقناة الواقع ما تكفيهم، بيض الله وجيههم وشكرا لجمهورنا. ما في شيء يمشي علينا، السلطة محطوطة بيدينا، نقدنا الراقي بنينا، وما حد بهذا سبقنا، ما في شيء يمشي علينا، خذها كاش، السلطة محطوطة بيدينا، خذها كاش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في فقرة هي الختام من خذها كاش، وليست فقرة جديدة لهذا اليوم. على أعتاب النهايات لهذا البرنامج بصفة عامة ولفقرة خذها كاش تحديدا بعد ما يقارب 108 أيام كنا معكم فيها في قلب الحدث. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يليق بكم جمهورنا الكريم، وقبل ذلك ما يرضى الله عز وجل نبقى مقصرون أمام جمهور عظيم ذكي وفي يتابع بشدة في أدق التفاصيل. الحمل كبير جدا، لكن نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا على الأقل الحد الأعلى من رضا هذا الجمهور الكريم. حياكم الله وباسمي واسمكم ورحب آخر ترحيب في برنامج البزنس بضيوفي وزملائي النقاد. الله يحييكم، حياك الله سيد. حياك الله عبد الخالق، حييك وحي أستاذ فادي معيان وأستاذ نواف وحيي أخواني المتسابقين. هذه الليلة واضحة ليلة فراق، حاولت أعديها وهي تعدي، الله يعديها على خير. فهد الله يحييك، صبحك بالخير. أصبح أيوه على الجميع بلا استثناء. صبح أخيراً على صبح على المتسابقين وعلى زملاء النقاد وعلى الإدارة وعلى الجمهور وعلى المكان الذي قد طوت كل زاوية من زواياه العديد من الذكريات والعديد من المشاهد. إنما أصبح على نفسي تلك طيلة تلك الأيام الماضية 109 أو 108 أيام لأوصل للناس رسالة أن نفسك فوق كل شيء، إن أحببت نفسك وقدرتها حق قدرها أعطتك كما تعطي الأم ولدها. النفس تحتاج رعاية ومدراء، إن لم ترى أنت عين يعني الأستاذ عبد الله أمس أستاذ أبو عبد الله جعله يسلم أمس جاب مبادرة المرأة في مسألة المحتوى الإبداعي، هذا أنا ما أتحدث عنها الآن. أنت كيف ترى نفسك سيرونك الناس. أصبح على الجماهير الغفيرة، أصبح على الجميع بلا استثناء، ثم أصبح على نفسي الطاهرة الجليلة. نعم، الله يصبحك بالخير. نواف صباح الخير لك يا عبد الخالق وعلى الأستاذ سعود وعلى الأستاذ فهد معيان. فعلا هي آخر صباح، أتوقع نواف أنت تعرف يعني النهايات هذه تماما يعني. فعلا دائما أقول النهايات دائما حزينة، ما هي نفس البدايات، لكن هذه سياسة البرامج. بإذن الله أنه يكون القادم أفضل على هذه القناة وعلى هذا الكيان الكبير.
شكرا لكل من عمل، شكرا لكل مقدم في هذا البرنامج، شكرا لكل متسابق، شكرا لجمهورنا الكبير، شكرا للإدارة، شكرا لفريق الإعداد، شكرا لفريق الكنترول، شكرا لكل من عمل على نجاح هذا البرنامج، شكرا اللي قاعد يشتغلون الآن على هذا الحفل الكبير بإذن الله بكرة. فلذلك الشكر لا يوفي لكل من عمل في إنجاح هذا البرنامج. طيب واضح أنه العبارات تطلع شوي بطابع الحزن. صحيح بلا شك. طبعا ودي انوه على شغله معينه، ان الاصوات هذه اللي نسمعها ممكن يكون في زعج بسيط جدا، لكن على قدم وساق الشباب الله يعطيهم العافيه في تجهيز الحفل الختامي اليوم بكره ان شاء الله. نسال الله ان يكون حفل ختامي يليق بعظمه هذا البرنامج والجمهور الكريم الكبير والضخم جدا. سعود اسلم، يعني صراحه التجهيزات اللي قاعدين نشوفها ولا تعرض الان على الشاشه، موعودين ان شاء الله بحفل فخم وكبير جدا، يعني قدامي ابو صالح، ابراهيم الحسين، مالك القناه ونائب مجلس الاداره استاذ بدر الحسين، استاذ زياد الشهري، استاذ مشاري العتيبي، كلهم الجميع قدامنا الان يعملون من اجل تجهيز حفل ختامي مختلف جدا بكره. انا بس كان تعليق، انا ودي قبل شوي استاذ فهد تكلم عن مبادره مرآه الرأت اللي قدمناها بالامس، احنا كانت ختام للمحتوى الإبداعي. ما أخفيك وصلنا بعض العتب، إحنا في النهايات نتقبل جميع الآراء، عتبكم على عيننا وراسنا أن الشباب البقية ما شاركوا زملائهم في الكتابة أو في الحديث للمرآة. أمانة لو كان هناك مساحة أكبر لأتحنا قلوبنا قبل خلنا نقول جدار أو مرآة يتحدثوا مع أخواننا المتسابقين، هم يعرفون ونحن نعرف قدرهم عندنا، لكن لأن الوقت كان ضيق جداً، لأن المتسابقين العشرة هؤلاء الباقين اللي وصلوا إلى ختام المنافسة لا نفضلهم على أحد، كلهم إخواننا والله ونمزح معهم ونضحك الآن واقفين خارج البث، لكن لأن هؤلاء العشرة ما كانت لهم فرصة في فقرة خذها كاش بأن يتحدثون حديث خاص للناس، ما أتيح لهم المجال بأنهم يودعون أو يقولون ما في خطرهم لجماهيرهم وأهلهم وإخوانهم مثل ما تحدث العشرة البقية في خذها كاش. الشباب الباقين كان لهم مساحة وداع يليق فيهم لما غادرونا، كل متسابق جلس مع زملائه في المجلس وتحدث بما في خاطره وسمع كلام خوياه له، لكن العشرة هذولي ما أتيحت لهم الفرصة، يعني ما تكلموا، فكانت هذه مبادرة بسيطة بأنهم يتحدثون لأنفسهم في المرآة ويتحدثون أيضا لمحبينهم في الشاشة. فهذه فقط هي ليست تبرير، لكن هي رسالة أن الجميع والله أخواننا. وانت عارف يا عبد الخالق ان الوداع الحقيقي ما كان امس، وداع المتسابقين اليوم، وموعودين ان شاء الله بوداع يليق فيهم ان شاء الله يا رب. باذن الله. كان امس تقصد ان امس كان يخص فيما يخص فقط المحتوى الابداعي يا سعود صح؟ اي نعم، امس كان حديثنا على المحتوى الابداعي. طيب عندنا تقرير اليوم، اخر تقرير اليوم يا شباب في البرنامج. اعطونا التقرير يا شباب الله يعافيكم. كآخر تقرير في هذا التحصن هو كأنك تبني عليك سور، التحصن هو كأنك تبني عليك سور من حديد لا يصلك أي ضرر بإذن الله سبحانه وتعالى، تريد به وجه الله سبحانه وتعالى ثم تلجأ إلى الله بالحول والقوة أنه يحميك من شر كل ذي شر. نحن معهم، ينتهي برنامج نبدأ برنامج جديد. يا سلام. لكن هذا البرنامج أوشك على الانتهاء، نحمد الله سبحانه وتعالى أننا قدمنا فيه ما يرضي المشاهدين، وإن أخطأنا فنحن بشر. الليالي علمتنا والجبل محدنية وإذا تعامينا على مر العصور تشهد مواقفنا بعد أفعالا. الله إذا حب عبد ابتلاه. في الكلمة هذه أحد المستمعات تقول أنا والله كانت عندي مشاكل وهموم وما يعلم بها إلا الله، ولما قال هذه الكلمة كأني أول مرة أسمعها، تقول أنا عارفتها وحافظتها، لكن كأنها سبحان الله نبهت غار وقعت في قلبها. أي نعم. فأنتم ترى ترسلون رسائل جميلة للناس والمشاهد من جميع الفئات. تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. لعات للأم اللي تبي تكرف بالمطبخ وتو رمضان وما أدري وشو،
لا لا ما عليك، اشتري القلاية واشتري منتجات السيف جاليري يضبطونك. كفالة الأيتام، أن تكفلون الأيتام سوف تجدون البركة في مالكم، في بيتكم، حتى في ذريتكم. إي والله تحل البركة مع ذلك القلب المنكسر، ذلك القلب الضعيف، ذلك القلب الذي يحتاج منه الرحمة والرفق والحنان، قلب اليتيم. توكلنا على الله سبحانه. فهد وزايد، الجولة الأولى من 200 نقطة، السؤال الثاني 400، الثالث 600، الرابع 800، الخامس 1500 نقطة. في كل سؤال عندك 30 ثانية، لكل سؤال ثلاث خيارات، ما راح يطلع معك على الشاشة إلا التايمر فقط، فلذلك اسمع معي وركز وعطني الاختيار اللي تعتقد بأنه صحيح. توكلنا على الله يا فهد. بسم الله. توكلنا على الله يا زايد. إن الله. السؤال الأول يا فهد. تكفل أهمت. طيب عدنا إليكم مجددا يا شاب. أنا أقدر الحجم الأشغال اللي برا وأسأل الله أن يوفقهم يا رب يعينهم، لكن شغل سماعتك والله يعافيكم عشان نقدر نوازن بين الصوت اللي برا وصوت اللي على الشاشة. طيب أنا مشتري قهوة فلقيت سيف مرة، وطبعا لعبة القهوة الله يعطيه العافية. لا انا تنتي وخذها كاش نسلم من الدراسه ومن العقعقه ومن كل شيء، من حب الذات، من النرجسيه، كل شيء نسلم من واحد اللي ما معرقبه وشوم الطويله ما يفقره يعني. سبحان الله لا شغلكم. عموما عموما كان هذا احداث التقرير اليوم. اخر يوم. اخر يوم. آخر يوم في فقرة خذا كاش وفي برنامج عموما، وآخر تقريبا في فقرة خذا كاش. كيف شفت اليوم؟ والله يا أخي يوم اللي فيه وداع ما كذا تحسك تتابعهم بحب بعاطفة. شفت لي لو سووا أسوأ شيء في الحياة اليوم تتقبله، في حب في الموضوع، فيه حتى وانت تشوف محمد العبيان يؤذن لآخر صلاة عشاء ويصلي الموضوع. أنا أقول لا سعود تفضل. ان شاء الله ميت اليوم، ان شاء الله بيصلي بهم بكره وبعده في بيتهم سفره. قصدي البرنامج يعني. يا فله الموضوع في عاطفه اللي انت محروم منها لانك طويل، يمكن عاطفه تجيك متاخره. فالموضوع في عاطفه وداع، انك تعيش في مكان لمده 4 أشهر، تقابل هؤلاء الاشخاص كل يوم، تمزح معهم، تضحك معهم، تتناقر انت وياهم، تشد بينكم، تتصالحون خلف البث، يجي صلح، مزح، ضحك، في حياة في الموضوع يا نواف. 4 شهور هي أنا أقول حياة، جزء من حياتك، من عمرك أنت عشت برفقة هؤلاء، بين يوم وليلة ينتهي. يعني يا نواف أنت في روتينك خلال 4 أشهر الماضية أنا متأكد يوميا تقوم من النوم وتفاتح البث، تابع إيش سووا، تابع ما فاتك، تقرأ إيش صار، إيش سووا المتسابق، ماذا أنشد، صوته، عمله. 4 شهور هذه كلها صارت، بكرة ما راح يكون هذا الشيء، بينتهي الموضوع. جدا خلينا نقول يلامس العاطفة، عشان كذا انا اقول كل العبارات، كل العبارات تتوقف قدام هذا الرحيل. الله الوداع للأمانة. احنا مع ان الوداع والفراق محزن، لك ودي انتقد. انتقد انتقد. شوف الظاهر ان خذها كاش ننتقد بكرة في الحفل الختامي، كل بعد بكرة في السناب. والله لا انتقد بكرة في السناب، وافتح روم وانتقد زياد وانتقد كل خربه. خلاص خربان، بيع الليلة، بيع الدنيا. على هذا العمل يا فهد ما راح تلقى شيء تنطق. طيب إن شاء الله. لكن اليوم محزن للأمانة، اليوم في حزن، اليوم الحزن طاغي، اليوم الحزن ملتوي على أركان هذه القرية، كأنها تبكي على أبنائها. إي والله. حتى هذا النين أو العشب كأنه يعني قد صفر من حزنه. اليوم الجو هادي، الجميع موجود في استنفار، الجميع في استنفار. انظر الآن الوجه الفريدي والأستاذ عبد الله الرزقي كيف هي مليئة يعني بالحزن. الآن الأستاذ كحيلان الشمري حزن، والله العظيم في حزن. يعني أنا بكرة يعني بكرة كيف يعني ماني متخيل إني بكرة ما بدي وانتقد. لا لا كأنها زواج عيالنا، كأنها زواج. لا زواج عيالك أنت، أنا ما عندي زواج. لا أنا برتاح. والله كأنه ليلة زواج. والله العظيم إن هذا الشعور شفت بكرة بيسافر، والله كأنه. أنا والله الذي لا إله إلا هو إني فخور، صدق فخور جدا إني كنت عملت أو أشرفت على نسخة فيها هؤلاء الأشاوس، رجال
انتقدناهم تخاصمنا معهم وقمنا وطحنا ونزعل من بعض ويجي هواش خفيف عقب البث ونصلح وكأنه ما صار شيء. تعرضنا يعني تعرضنا على 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 ونأتي اليوم الثاني ويلا وتعيد الخصمة ورجال نقوم ونطيح. ثم تعرضنا لإدارتين، إدارة الأستاذ ناصر ثم إدارة أخوي زياد. ما أدري كيف ما أدري كيف تنتهي هذه الأيام. في هذا البرنامج فعلاً عشنا تجارب مختلفة، عشنا إدارات مختلفة، عشنا الأفراح، عشنا الأحزان، عشنا المشاكل وعشنا حل المشاكل. في هذا البرنامج عشنا كل التفاصيل الطبيعية اللي يعيشها الإنسان في حياته. أنا قال لسعود إنه في 4 شهور سعود من برنامج السوق فعلاً في لحظات ما ننساها في هذا المنتجع. شوف برنامج السوق مر عليه 1 سنة و4 شهور تقريباً. فلذلك إنه في حياة برامج الواقعية سواء داخل قرية أو داخل أي مكان مستحيل أنك تنسى التفاصيل اللي عشتها مع الشباب وعشتها داخل هذا المكان. فعلا الفراق يعني صعب جدا، دائما أقول الكلمات ما توصف هذا الفراق والتعبير يخوننا دائما إذا جت حزة طاري الفراق. لكن أنا بقول شكرا اللي قاعد يعملون، والله يا عبد الخالق شكرا، أنا مبسوط جدا. يعني جيت قبل شوي تلقى فهد معيان قبل شوي في زاوية متضارب مع الثلاثة هناك لينجح هذا الحفل. من يتضارب معه؟ مع أحمد بن طيام. طيب حلو، اصبر خلينا نكمل بس ما تصبر، اصبر. تلقى زياد الشهري هناك، تلقى زياد الشهري والله لا انتقده بس اصبر، تلقى زياد الشهري هناك مجتمع مع رئيس مجلس الإدارة، تلقى رئيس وشو اسمه مدير الإعداد مجتمع مع متسابقين. كل هذا الانجاح زياد الشهري بجلالة قدره الان جايب الثلاجة. شوف من العمل في عمل لا عادي جيبها يا استاذ، كلم المدير كمل جميلك عادي، مدير متواضع بيض الله وجهك ابو سعد. شوف الله يسعدك، فلذلك تلقى الجميع قاعد يعمل الان. شكرا استاذ زياد الشهري بيض الله وجهك. والمتسابقين مجتمعين لنجاح بكره الحفل، كل هذا اللي قاعد نسويه الان لرضا من يرضى اللي قاعد يتابعنا خلف الشاشة. جميل، لذلك بإذن الله متفائلين بكرة أنه نطلع بشكل جميل ورائع ويكون مختلف لأول مرة بإذن الله أنه عن جميع البرامج السابقة. طيب مدام إحنا نقول رضا الله عز وجل ثم رضا المشاهدين، في أمر مهم جدا، لن تكتمل الفرحة غدا بإذن الله عز وجل قبل أن يكتم لهنت يا أبو عبد الله، قبل أن تكمل الفرحة الحقيقية التي من أجلها نحن نعيش أصلا. لا. شكرا يا ابو حي عينك والله يا الله ابو شايع. لا انت يا ابو شايع ولا تعبت ابو شايع، فارك التوفيق. الله يعطيك العافيه، فارك التوفيق يا حبيبنا. لا انت يا حبيبي. لن تكتمل الفرحه دون الفرحه الحقيقيه التي من اجلها نعيش ومن اجلها خلقنا. بس يعني. التي هي حقيقه الفرحه وحقيقه السعاده، وبذلك فليفرحوا. عند اكتمال هذا الوقف اللي ما بقي فيه الا 1% فقط، ثم يكتمل هذا الوقف وإن شاء الله ناقل، وإن شاء الله بإذن الله عز وجل ناقل هذا الوقف الذي سيكون في مدينة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أطهر بقاع الأرض مدينة محمد صلى الله عليه وسلم، التي من أجلها يعني التي من أجلها عليه الصلاة والسلام بعد الله عز وجل نطمح أن نكون في صحبته في جنات النعيم. بقي أقل من 1%، وما زلت أقول السؤال الأهم والأعظم، أنا وأنتم والمشاهدين الكرام، هل سنكون من ضمن هؤلاء 1% أم لا؟ ودائما أقول الموفق من وفق الله. خير الأعمال خواتيمها يا عبد الخالق، يعني بالفعل خير العمل خواتيمها. الآن إحنا في خواتيم هذا العمل، أنا متأكد بالمتيقن بالمؤمن بأننا بإذن الله تعالى سوف نسجد سجود شكر بكرة إن شاء الله تعالى في الحفل. ليش بتقول فرحة ليلة؟ باكتمال الوقت يا رب. اليوم إن شاء الله يبلغونك على البيت. والله يا رب، يعني أتمنى والله العظيم يا رب إن الليلة تكون والله ختام هالليلة، أختم مع المتسابقين. أي ختام بيكون، لأن خير الأعمال خواتيمها بالفعل. يعني الحمد لله أمس كان باقي 2% تحدثنا، والحمد لله راح النصف، باقي 1% فقط. الآن البدار خلونا نجعلها بنية كفارة لأعمالنا السيئة خلال الفترة الماضية، أو خلنا نقول أخطائنا، تقصيرنا، إهمالنا، ليكن النشر في هذا الوقف والسعي على اكتماله هو ديدنا هذا المساء، لأن أنا متأكد أن فرحة الشباب وفرحتنا جميعا ستكون ناقصة في حال عدم اكتمال الوقف. صحيح بلا شك. فهد معيان، الوقف هو الفرحة الحقيقية، أننا بإذن الله هذه الليلة
سنستطيع أن نكون نقفل وقفين في هذا البرنامج، ويحق لي ولك ولسعود والنواف المتسابقين وللكادر الفني والإداري والإعلامي أن نفخر أننا في نسخة في 3 شهور قفلنا أكثر من 30 مليون، وكلها ذهبت في خير مكان ولخير الأعمال، كفالة اليتيم. سأل الله تعالى أن الله يوفقنا وإياكم لعمل الطاعة. اللهم أمين. يا الله ما أجملها أنك تشارك في ختام هذا الوقف، أنك تكون سبب في إقفال هذا الوقف، ما بالك إذا كان يخص اليتيم. ما بقل لا أقل من 1%. شارك 300 ريال والله أن نصرفها في أقل من يوم. شاركوا وكونوا في سباق هذا في سباق ختام هذا الوقف، وبإذن الله متفائلين خيرا أن نحتفل سويا هذه الليلة باكتمال هذا الوقف. طيب ودنا نسأل أن يبلغنا اكتمال هذا الوقف على خير وفي خير، ونجعله دخل لنا في الدنيا والآخرة بإذن الله. قبل أن أتوجه إلى المحور البرايم والأحداث اللي صارت في البرايم حبيبي، والتنافس الكبير اللي صار، خلوا اختام مسك فهدنا تكفى إيش فيك، كل ما مرة واحد بسلم عليه يا أخي، عمل دؤوب عمل دؤوب. الله يوفقكم الله يرضى عليك. طيب هو مشكلته ينسى طبعا، أنت مشكل عادي ما عندي. البرايم اليوم اللي كان فيه تنافس كبير جدا، فيه بعض المتسابقين تجلوا، فيه إجابات رجعت من الإدارة وعدلت، في أحداث كثيرة جدا. قبل أن أنتقل لهذا المحور المهم، ودي أذكر السادة المشاهدين والمشاهدات ب أوكي يلا رحت مشكل معهم، يلا ما أقدر أقول رحت مشكل وخليت فهد يسلم عليهم كم جاء عاد مشكل تسلم على أبو معتز يعتذر يلا خلاص مسامحة. هذه كلها تجهيزات عموما. ودي أذكر السادة المشاهدين والمشاهدات ب مبادرة السيف، شركة سيف جاليري على عروضهم، لكن نستعرض المقطع أولا ثم أرجع أتكلم عن المسابقة اللي بدأوها اليوم. أعطونا المقطع يا شباب الخاص بسيف جاليري لو سمحتوا. عقد مع سيف جاليري. حلو ما شاء الله. يبوني أسوي لهم إعلان. تضبطني ولا دور غيري. دن. خلاص. كفك. خلاص يلا. ندي شباب. ها؟ أنا جميل. يلا أنا قررت أعرفكم على نفسي. أنا لين سريحي اللي جيت من قبل. بس شوفوا اليوم أنا مصلح خلاص. أبى أقول لكم بأسلوب مصلح. خلاص أنا مصلح. يلا يا صفقة مصلح. تفضل يا حبيبي. أمي تغني هالقصايد، تمجلي في شوفها كل الهموم. طيب سيكون إن شاء الله في نهاية هذه الفقرة من خذها كاش، حيكون فيه سحب على باقة الأم المكونة من قدر وقلاية تدسون هوائية بمناسبة اليوم العالمي للأم. حيكون هالسحب إن شاء الله في آخر الفقرة بإذن الله. السؤال بسيط جدا، ما هي الشركة الراعية لهذه الفعالية؟ مش الشركة جاوبت حدك. سيف جاليري ولا سيف جاليري ولا الجاليري سيف ولا ما هو سيف ولا جاليري؟ انت قاعد اسالك تسقط عليه شد. احنا ترى فقرتنا في سؤالك هذا فيه اسقاط، بس مدري على من قصد انك تشبه قدر الضغط. اوه اسقط علي بالاخير. لا لا شوف والله ما يشبه. شوف شوف لا لا هذا جمال هذا اسوء عنده اصلا. طبعا سيف جاليري فقط. المسابقه كالتالي يا شباب، المسابقه كالتالي على هاشتاج البزنس 108 اكتب إجابة هذا السؤال للشركة الراعية اللي ظاهرة أمامكم لهذه المسابقة، ونهاية البرنامج إن شاء الله حيتم السحب بإذن الله عز وجل. والله يوفقكم إن شاء الله ونكون فعل خير في آخر فقرة في خبه كاس إن شاء الله. البرايم اليوم الشباب كان في تنافس كبير جدا، في تجلى 3 متسابقين على ما أعتقد صححوا لي، اللي هو عبد الله الروقي ومصلط وفهد بن فارع بإجابة كاملة وتامة والعلامة الكاملة في هذا البرايم النهائي. كيف شفت البرايم يا سعود؟ أنا سويت حسبة صراحة سريعة للنسب. أيوة. البرايم اليوم سيغير النتائج.
جميل. البرايم اللي صار اليوم، الإجابات اللي صارت فيه ستغير النتائج، يعني التوقعات اللي كانت مبنية سابقا في متسابقين أعتقد ابتعدوا قليلا، ما أقول عن المنافسة لكن عن المركز الأول، لأن خلنا نقول من المرشحين كانوا المراكز الأولى، واللي كنت حاطة الفريدي أمانة اليوم أخذ 8% تقريبا. أي 8% مع الملاحظة سعود، ترى أنا ودي أنبه على شغلة معينة، في تقريبا 4 متسابقين عدلت نتائجهم داخل كنترول بإشراف زياد الشهري، عدلت تماما، عدلت. حسبت التعديل، أنا حسبت عرفته، أنا ما تواصلت مع الإعداد، لكن لأن هذه أشياء سرية، لكن بناء على بحثي عدني سؤال واحد فقط أتوقع للفريدي. بالنسبة للفريدي البقية عدة، إيه طبعا أنا أتكلم عن الفريدي لأن أنا كنت مرشح من المراكز الأولى، بل من ضمن الأربع المركز الأول. طيب شفت 12% جاب كبير بينه وبين الشباب، انا كنت ارشح الروقي، آل عبيان، مصلط، الفريدي تقريبا بالترتيب ولا لا؟ بالاربعه، لان الان بالتصويت وهذه الامور تصير فيها اختلافات، لكن طيب. اليوم الفريدي خسر 12% 12% من 100 يعني، تخيل الروقي ومصرط خذوا العلامه كامله 20 من 20. هنا فريدي هنا 8. هنا يلعب صار في 12 صار في فارق كبير. اوكي الروقي ومصرط عندهم رياليتي يعني قريبين من بعض، صحيح صحيح. ايه فبتصير المهمه مضاعفه عند الفريدي في التصويت. صدقت. بالمناسبه التصويت ترى النسب اللي تطلع على الشاشه هذه هي التصويت، هي نتائج التصويت، لكن بعض الناس يدفع مبلغ ويقول ليش ما طلع، ما يتعدل تلقائي. طيب ما يتعدل في نفس اللحظة، أكيد يأخذ وقت تقريبا نصف ساعة إلى ساعة تقريبا، أنا ما أدري بالضبط، لكن يأخذ وقت عشان يتعدل. أمانة البرايم اليوم بيغير النتائج، سيتحكم كثيرا في النتائج، لأن يعني في ناس ما أقول الثقافة بشكل عام كانت جيدة عند الشباب أمانة، إجاباتهم هدوءهم أعجبوني جدا، لكن طبعا سيغير تحليل النتائج. تحليل منطقي وذكي ودقيق جدا، عشان لا يقول بعضهم من والله هذول يلعبون على وتر التصويت وما ادري ايش. حقيقة انا عجبني اليوم زياد صراحة، زياد اليوم اعجبني كثيرا في مسألة السرية التامة والعدالة. يا اخي انا جبت لك الأسئلة، انا اقدر اجيب أسئلة كمبيوتر عندنا تقنيين وفي في القناة مثل البرامج اللي راح، اي لكن بيجون يقولون اعطيته فلان الأسئلة السهلة، اعطيته محمد فهد معيان لن سيقان اسئله لا ظروف. فتعال انت اختر اسئلتك. انا عبقري ما احتاج اختار، اعطني شيء ونزل لي، انا عبقري ونعم. اسلم اسلم كل فتاه بابيها معجبه. اسلم اسال نواف التميمي عني. ما طلع لحظه تبارك الله، برنامج كامل ما اخطات ولا في ولا اي سؤال. يا رجل يحب نفس فهد عشان نواف معطيك الاسئله قبل، عشان كذا زياد عارف الوضع عدل الامر واضحه يعني، ما يبي لها كلام، لا تدخل نكشف الاوراق يا شباب. طيب اسلم الله ينك ورقه، عشان كذا في جالسين جنب بعض. لا لا زياد اليوم عرضه للاسئله طريقه حتى وان كانت يدويه الا ان فيها مصداقيه عاليه جدا 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 جدا، نعم. مهنيه أحسن. تدل على ان هذا الشخص مهني تحرى الدق، ما بحث عن خلينا نقول جمال شاشه وتشخيص العدل وجرافيكس، لا بحث عن عدل اليوم. شفت الحركة هذه اللي ممكن ينظر لها بعض أنها بداية؟ هي مش بداية، هي في قمة الأمانة والمهنية بالضبط بكل بساطة. الأجمل لا أحد يتدخل في هذه الظروف أبدا، الكنترول ما يدري، ممكن والله واحد يشكك، والله إذا كانت والله داخل كنترول ولوحة ومدهش والله فرصة للتشكيك، مع أن هذا تعرفون تماما ان بعيد كل البعد. بس بقول لك كان تشكيك 1% اليوم 0% 0% ظروف ما احد يعرف عنها شيء، لا زياد يعرف عنها ولا المتابق يدري كيف يختار ولا الكنترول يعرف ولا مرقمه ولا مرقمه ولا شيء ولا شيء. لوكيشن ظروف ولوكيشن مساحته 20 في 10 ما في الا 3 اشخاص، هذا اللي زاد الجماليه جمال متسابقين مقدمتين من المتسابقين، الا كان الجدران معها تغش. هذا الميزه اليوم. طيب اليوم اليوم شيء مختلف صراحة، يعني المتسابقين اللي عليهم الأسئلة يجون الباقيين لا، فهذه ميزة كبيرة يعني، ميزة جميلة للمتسابقين. شفنا اليوم تركيز عالي جدا، اي عادي ينسى هو في مشكلة عنده فقد الذاكرة، وهذه الله يشافي ويعافي منها. لكن عبد الخالق الميزة الثانية ما شاء الله تبارك الله، الشباب اليوم كان تركيزهم عالي جدا عكس البرايمات السابقة، يعني في خروج المتسابقين كان ثقافتهم صراحة كنا نتفاجأ من ثقافة الشباب، لكن اليوم لا كان التركيز عالي جدا جدا جدا. فعد البرايم على خير، قدم زياد بشكل ممتاز. ما نبغى نكشف اي اوكي. طيب خلاص لهنت اسلم،
وبس يعني انا انتت يعني كلامي. انا اشوف انه يعني حركه زياد اليوم جدا جميله من بدايه من اني حتى المتسابقين وهو بن اللي اختار هم بانفسهم اللي يختارون اللي بيجي يجي اللي بيجي يجي صح. واختر اسئلتك حط اسئلتك واسالك من الاختيار اللي اخترته فقط كذا بناء على ذلك انا ما احمل احد ابدا الخطا تاخيرك في السؤال خطا عدم اجابتك خطا الى اخره اما تلك الاخطاء التي حصلت وعدلت فهي اخطاء بالبشريه تحصل في مكان اكيد طبيعيه جدا لان المعلومات احيانا ترى في مصادر عده للمعلومات يعني بالتاكيد الخطا وارد لان هذه معلومه يعني بعطيك مثال في عده مصادر مصدر يا اخي بعض الاحاديث تروى بعده روايات نعم. فحتى المعلومه هناك في عده مصادر في الاخير الشباب اجتمعوا اللجنه واتخذوا قرارات ومعدل بعطيك على ذلك سؤال يعني طيب بس على اجاله على اجاله زياد سال سؤال ما ادري والله من هو له اللي هو ايش اول شجره زرعت الارض ما قال ايش اول شجره خلقت لو قلنا ايش اول شجره خلقت لكان الزيتون هي اول شجره خلقت لكن اول ما زرع على الارض النخله بالضبط اول ما زرع في الارض النخله طيب هذا يجي هذا اجابه احسن هل فيها حديث او اثر صح فيها اثر طيب فيها اثر نعم يعني ابن عباس هذه يعني ابن عباس كيف ايش رايك في البرايم والمنافسه اليوم فسعود يقول تغير انقلبت الموازين مع التراجع بعض المتسابقين اللي كانوا مرشحين للمراكز الاولى مثل الفريدي زايد الروقي كذلك الروقي جابها كاملة ما شاء الله عليه علامه كامله فهد مفار علامه كامله انا اقول الفريدي قللت نسب ما استبعده لكن قللت النسبه انا بقول شغله مهمه جدا قطعت فيها قبل شوي اللي بيقول والله ان تلعبون الحين على وتر التصويت ومدري ايش وكذا ومبالغ ماليه لا هذه هذا اللي بغيت اقوله انا يا ابو سعيد هذه حقيقه الان الان حقيقه انكشف البرايم يعني تعال بعطيك مثال اسلم الان من اخذ اقل واحد من الشباب اخذ درجات احمد العوض صحيح تقريبا على حسبتنا اللي نراها في الشاشه اي مثلا احمد العوض خله يجيب 40% في التصويت و40% كامله في الرياليتي والمبيعات طيب تقريبا اخذ 1% في اخذ 1% و2% في البرايم يعني النسبه 82% في المقابل تعال لو جاب مثلا مسلط لو جاب 40% من مبيعات الرياليتي عنده 20% برايم حلو ايه. كم هذه 60 وجاب خله يجيب 32 ولا 33% في التصويت غلب جدا فرق مع 20% كثيره ترى لذلك المنطق يقول والعقل يقول ان التصويت هو اللي الحين يقول بالنسبه 1% تفرق كثير مع المتسابقين نسبه 1% او ايه طبعا. 0.5 والله تفرق كثير تفرق مراكز فلذلك اللي صار اليوم اكيد انه راح تحدد مراكز يعني او عفوا ما راح تحدد مراكز راح يعني تقلب موازين كثير تتفقون برايم انه قلب موازين اكيد فعلا ايه. طيب ودنا يعني نستغل الوقت ايش رايكم اليوم نسوي شيء مختلف نعم اكيد هذا الشيء اللي نبيه اليوم ندخل غرف الشباب بس نبغى اثنين منكم يدخلون غرف الشباب معكم المراسلين طيب سعود وفهد معيان ادخلوا غرف الشباب غطوها العبوا معاهم يا شباب ما تقول العب معاهم شرعد ولا ايش شباب انا بفرقاهم انا شباب سعود وفهد تفضل 10 دقائق زين ادخل على الشباب ناقشوهم خذوا منهم مواقفهم ذكرياتهم في غرفة النوم زين بعدين تكفون خليهم يجهزون شنطهم ويجونا هنا في الفقرة بنودى مع بعض ايوه تسلم كمل نلغي الغرف طيب الشباب يجونا هنا اي انا اعرف ايوه اوكي جيدين شباب نواف على بال ما نطلع في غرف الشباب تتفق انت على انها الابرايمات قلبت الموازين فعلا اللي واضح امامنا البرايم اليوم اكيد راح تقلب موازين كثير يا عبد الخالق اذا كان احنا من صار الاقرب بالنسبه لك انا بالنسبه لي عندي الروقي كان قريب وصار اقرب الصراحه يعني الروقي ما شاء الله اقرب لفارس النسخه انا متوقع يعني انه هو القريب لكن ما ادري عن ايش بصير طيب وين حطيت 400 عبد الخالق 400 هي نسبه كبيره شئنا ما بينا راح تقلب موازين كبيره احنا نتكلم عن 1% تفرق فما بالك اذا كانت 40% احنا ما ندري شو بصير بقول لك معلومه وما ندري عن نهايه التصويت للساعه 5 العصر بكره والله العظيم عبد الخالق وانا اتكلم بكل صراحه برنامج السوق وبرنامج كاريزما انا كنت اقول اسماء وفعلا كانت صحيحه وجبتها بالتمام اللي هي انه يحدد لك اسامي ثلاث اسامي لاربع اسامي لكن
في هذه النسخة نملك 10 أسامي قوية جدا و10 أسامي منافسين على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى. ممتاز. بعيدا عن نسبة التصويت 40%، نملك 10 متسابقين قويين جدا. ممتاز. طيب هذه مهمة جدا. قبل أخير نتكلم عن الروقي، أنا بالنسبة لي أنا توقعت إنه راح يحصل على العلامة الكاملة أمانة. ما شاء الله عليه. الروقي مجتهد. مجتهد جدا يعني واثق من نفسه حقه. بالضبط، معطي محبينهم حق. يعني عجبتني ثقته في نفسه واتزانه، مع انه ما عنده خبره في البرايمات، ومع ذلك يعني يقدم يوم اتزان وثقافه وثقه عاليه. أهنيه بهدوء. طبعا ومسلط نفس الشيء اليوم، العلامه الكامله، وفي نفس الوقت كان هادي ومركز كثير. فهد مفارع نفس الفكره. شوف، على فكره يمكن اللي توتر شوي العوض، توتر جدا عبد الخالق. انا نسيت العوض توتر، وهذا انا اتوقعته. شوف، نسيت انا اسم، معلش معذره، نسيت مسلط مع الروقي. منافسين شرسين على المركز جداً الاول جدا، شئنا ما بين المركز الاول مسلط عبد الله الروقي هذول، انا متاكد جدا. انا شوف جداً ما اقول لك متاكد، لكن ما راح يبعد عنه المركز الاول. اللي اليوم كان واضح انه متوترين. طبعا احمد العوض هذا، انا طبعا امانه قبل ابراهيم انا متوقع انه راح يتوتر تمام، ما فيها كلام، يعني ما شغلت بالي بالنسبه لاحمد العوض طبيعته، وشفناه في ابراهيمات كثيره. اليوم اللي شوي يعني الكرعاني، صح الكرعاني ترى منافس شرس مو طبيعي جدا جدا جدا. الكرعاني انا اقول لك الكرعاني ممكن ياخذ، شوف دائما احنا اذا ذكرنا نجوم ريالتي وقدموا شيء في ريالتي في حضور، إيه؟ لا نذكر منهم الكرعاني، نذكر روقي، نذكر مسلط، نذكر زايد، نذكر فهد مفارع، نذكر كثير. الفريدي العشر، عشر الفريدي، اهم شيء الفريدي. لا اسامي، انا قلت لك العشر الاسامي المتواجدين يا عبد الخالق، والله كلهم منافسين قويين جدا جدا. انا غلطت بخصوص الفرق بين اللي ذكرته قبل شيء بالنسبه بين الكاريزما، بين برنامج الكاريزما والسوق والبرنامج البزنس. لما نقول انه كاريزما، كان فيه نجوم كبار امانه. صح. نجوم كبار، لكن لما جينا عند المرحله النهائيه عرفنا وليد قشران حقق المركز الاول. صح. بس انه كان فيه جاب كبير جدا. صح. ما كان يمكن ينافس الا واحد تقريبا او شيء، لكن كان فيه جاب طويل كبير مره. لكن البقيه يتنافسون يعني في نفس المركز. السوق هنا امانه يا اخي جبارين. البزنس عفوا. إيه صح، جبارين. طيب الحين الشباب معنا على مراسلنا مراسلين الله يا الدنيا اولا مسكون الجنرال بورزيقة مراسل، طلعتوا انتم مراسلين، دارت عليكم فهد معيان طلعت حته مراسل، طلعتوا حته كذا كذا كذا، حط الله يدنيا كذا حته مراسل، ايام يدور كذا. عموما ترى ما يسمعونا اتوقع. حياكم الله يا شباب. هم معنا الحين في غرف المتسابقين، الوداع الأخير. الشنطة ماخذها بتغادر، ما نسمع شغلنا. وداع زملات اليوم الحقيقي وانطلاقتكم الحقيقية. أول شيء يصعب علينا يعني نعيش ذا الجو، وقبل أسبوع وقبل ما أجيهم وهم يتألمون لين جذا اليوم. أنا طلعت 50 يوم وتألمت خروجي، فما بالك اللي عاشوا إلى اليوم، وكل منا مكمل الثاني. لكن والله 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 ان العبره تخرم كلنا. المحزن كذلك يا ابو عبد الله، انا كم مره قد دخلت هذه الغرفه منتصرا مفتشا غانما، انا يا ليتهم يجلسون يهربون الجوالات يا ابو، خذوا راحتكم، نبي جوالات بام العيال، ما نخصمكم. عبد الله كرعاني تكفى لا تروحون. تدري بعطيك معلومه من شده الحزن شويه يا عبد يكحل، هنا قد لقيت جوال يا اخوان، هنا كان في هنا سرير الاخ سيف، لقيت جواله هنا. الاستاذ فهد فارع لقينا جواله في الزاويه. اعلمكم معلومه من الحزن، الجوال الثاني حق فهد فارع لقيناه لافه في سروال جينز له وحاطه تحت المغسله. يعني بالذكاء الخارق، الجوال الاول صرته هو يشحنه، يعني يشحنه وطالع. ذكاء حزن، ما ادري هو ذكاء والله يا حزن. طيب والله انه موقف. انا ابغى اسمع عبد الله وانت تلملم ذكرياتك يا عبد الله، شنطتك وماخذ قرآنك كتب ولا كياسك. تعال هنا عبد الله، جيب شنطتك معك، حديثك وانت مغادر الغرفة. 107 يوم يا عبد الله وانت تنام في نفس المكان، 107 يوم وانت خلنا نقول طبطب مع زملائك، قصصكم سوالفكم، خلنا نقول تنهون مشاكلكم هنا. انت اليوم مغادر الغرفة بتنام برا،
اسمعي والله الشعور يا ابو عبد الله شعور يعني ما تقدر تعبر عنه، ما بين فرح انك تلاقي اهلك وما بين حزن انك تفقد اخوانك وزملائك والشباب اللي يعني تعودت معاهم نمت وقمت معاهم، يعني صلاتنا واحده والنوم واحد والقومه واحده والاكل واحد، يعني نفقد الشيء ذا ونفقد يعني امور كثيره في ذا في ذا في ذا الغرفه، يعني اشياء قسم بالله يا اخي انه يتوقعها الخاطر ويشتحمل هذا يعني الانسان. طبعا سرير عبد الله الكرعاني كريم، هذا هو سرير عبد الله. هذا سرير عبد الله. وش ابرز ذكريات هذا السرير؟ السرير طال عمرك السرير السرير طال عمرك قد الله يجزاه خير في هذول اللي لعبنا عليه الساعه 6 الصباح قجوي، يقول العب قجوي على رشيتكم مويه يعني على السرير. اي نعم يعني كانت ذكرى جميله السرير ذا. طبعا عبد الله الكرعاني يقول فهد فارع الساعه 6 كان يقوم عليهم، وهو فعلا الناس خارج القريه كان يجيها الجاثوم، في القريه كان يجيهم فهد فارع. وين الجاثوم؟ انا ابغى الجاثوم حقهم. وين الجاثوم حقهم؟ تعال 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 جيبه كاميرا جيبه كاميرا. مصورنا تجيبنا هناك في الزاوية تقدر يا ما توصل؟ طيب تعال تعال تقدر توصل؟ تعال. طبعا لو نعطي مجال اعطي مساحة شباب أباظة حمد يا مصورنا حبيبنا، شوف عبد الله الرقي الرقي الآن يلعب على رقعة الشطرنج التي كان وزيرا لها ثم سقط الآن هو يلعب على تلك الرقعة جاثوم القرية جاثوم هلا بي والله بغيت تجيب العين الذي طيب. غير حكم منا ولا قوه بالحسنات. ايش اخر من اخر شخص رشيته مويه صباحا؟ اخر مشكله كانت قريب المصلط بالشامبو. بالشامبو إيه؟ يعني انت طورت من مويه ليش؟ لا فيصل بالبيبس. فيصل مدعس بالبيبس. اي فيصل كان عندي سؤال اذا رقدت اليوم فعلا اذا رقدت من بترش؟ ترش الجدران حالك اليوم؟ بالله العظيم لا 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 تكسر شيء والله اني مقهور أول شيء أدري كيف يعني الشعور. كم مرة دخلت هنا حزين؟ كم مرة دخلت هنا؟ أبغى تذكر لي موقف ما راح من بالك دخلت الغرفة حزين جدا. حزين جدا كان في غياب عبد الله الرزقي. طيب. لأنك أنت مارست قوسين عبد الله الرزقي زين. طيب أبغى سؤال ثاني. بس يعني. أبغى بيت. بيت فيش. بيت وداعي. أبغى بيت وداعي. والله ما أحضر. لكن سويت القصيدة اللي ما ودي. خلاص خلاص لا فهد فهد تعال لا دقيقة أبي لا صدق صدق تعال صدق صدق لا اسمع. لا شيء أبي أبي صدق طالع في عين كل واحد من زملائك تتخيل صباحياتك معه كيف تصحي لا 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 مو بحضورنا هل احنا بلساننا اليوم بيدنا خذها كاش يعني الله مساعده كم مره طلع احمد العوض على والله شوف احمد عوض ورنس يعني دائما حركاته دائما يطلعون الطلعات هذه مصلب كان يخش الدولاب مصلب كيف مصلب اي دولاب تخش ليش تخش الدولاب فيصل مدرس كان ينحاش محمد مبارك يلبس فين الرزق؟ عبد الله الفريدي وين؟ عبد الله الفريدي عبد الله الفريدي يمناه يعني لا لا ابغى اسال سؤال الرزق صار معه موقف مع فهد فارع اخذ اخذ نيلتك وشلها على كتفه وانت تطلع بدون نيله كيف هذا ليش الطريق؟ تكفى خلاص قرب قرب المايك يعطيك العافيه فهد الله يرحم والديك لا لا هنا هنا فهد تعال 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 فهد 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 هنا 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 مسلط مسلط كم مره جيتني قلت لا تكسر الدولاب في فهد معين بعطيك المفتاح اخرها قبل يومين قلت لا تكسر مسلط مسلط هل ودك انك تقعد وجهي تكسر الدولاب لا لا مسلط مسلط والله الحين والله اني حسيت الحين شعور غريب جدا ما ودي افارق هالمكان ابدا طيب انت حديت فهد وين كنت حاط الجو صدق يلا اعطني تصريح خلاص انت ما عاد في خصم لا صدق اغلقت الدماغ لا لا ما ادري عن اي جوال ولا لاي علاقه باي جوال ابدا لا لا ما في ضحك انتهى لكن بتبقى من اجمل الذكريات اللي في حياتي وصلت ندبت ابدا لا ما فيها شيء يجيب الندم ابدا وعلى ما قال ذكريات حلوه وفيها فرح لكني ما يضيق صدري الا الذكريات الحلوه ذقت مر الفراق يا اورنس مره الآن الذوقه مرة ثانية لا والله الأولى أهون من الثانية هذه لأن هذه أدري إن ما راح أرجع ما قبل كنت أدري إن أخوياي موجودين في المكان هذا فيها أيام برجع لهم بس الحين ما تدري شو محزن يا أورنس
ما تحتاج لجدارتك وجهه فوق مصر. لا والله حتى الأحزان اللي كنت جربتها في المنتجع هنا صرت أشتاق لها. سعود أنا بسأل مصر سؤال لأني أحسه جالس أتذكر، إيش أبرز ذكريات مصر في هالمكان؟ أبرز الذكريات حديث الصباح، سوالفكم، تحدياتكم. شوف كل شيء هنا جميل ما ينسى. يكفي أبو عبد الله أني جيت هنا وحيد وطلعت هنا بالوجيه الطيبة هذه كلهم أخوان مصرط، نسخة أخوان مصرط. أخوان قلبك؟ هذا أخوان قلبي وأخوان مصرط كلهم الآن ما رحت لها جميعا. الذكريات من قبل الذكريات يا أبو عبد الله أحس أنها تتدفق حتى من تصدع الجدار. يعني الجدار أحس حزينة، المكان موحش والله حزين، أحس بحزن في المكان موحش فعلا. وأنتوا تشلشلون أغراضكم، وأنتوا كنا نجي هنا نشيل الغرض شخص واحد، الآن إحنا نجي هنا نشلشل غلط واحد وعشرين شخص. اللي ما يقهر هذا الموقف فعلاً ما يعني ما أتوقع ما له كبت. كل واحد ماسك شنطته، مو بشنطته بس، مش ملابس، أنتم قاعدين تشيلون شنط ذكرياتكم معكم. ولا يسعد تخرج بذكريات كبيرة معك والله يا أبو عبد الله. أنا أبغى ذكريات هذا المكان يا شباب، أبغى صدق صدق هذه الغرفة اللي عشتوا فيها بعضكم 50 60 70 100 107 يوم، أبغى أحاديث هذه الغرفة. اليوم يا أبو عبد الله وحنا نشوف الشباب يشيلون، كنت أنا ومدري من اللي برا أنا ومسفر أو عبد الله الرزقي ما قدرنا والله نشوف المنظر. أقسم بالله أنا طلعنا برا نقول يا أخي مع يعني الجميع يشيل، يعني جمعة الشباب ويوم فرحنا بالرجعة لهم وجمعتنا معهم فجأة كذا الكل بنتفرق، يعني أحس إنه فراق صعب. تتوقع بيلتقي الجمع مرة ثانية بهذا العدد؟ ولا هذه آخر ليلة بتجتمعون 20؟ لا إن شاء الله نجتمع، إن شاء الله بإذن الله نجتمع، لكن ما ندري نقول على الله إن شاء الله. هل ستجمعكم الدنيا مرة ثانية؟ إن شاء الله بإذن الله. مسفر شوف عيونك حزن يا مسفر، هل سيلتقي الجمع مرة ثانية؟ نبغى حديثكم سوا، والله لا نبحث عن دمعة، نبي حديث الذكريات بس، نبغى حديث القلوب، لأن بالفعل اليوم نبي نثبت أن هذه النسخة ما خرجوا في قلوبهم على بعضهم شيء، خرجوا أخوان مثل ما قال مصلط، أخوان مصلط، أخوان مسفر، أخوان مشاري، أخوان نواف، أخوان فهد، أخوان سعود. حقيقة صراحة جدا 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 جدا، فما بالكم اللي خلف الشاشة اللي كانوا يسهرون 24 ساعة بشوفتكم، كنتوا تضحكونهم، عاشوا أحزانكم، عاشوا أفراحكم، كانوا يدعون لكم، كانوا يخافون عليكم، تحملوا أشياء كثير، كانوا يهاجمون فريق ذكاش عشانكم أنتوا لنجاحاتكم. فلذلك أنا من نفسي الكلام ودي أطلع، ودي أطلع الكلام اللي ما في خاطري، لكن للأسف دائما أقول إنه تعابير والكلام يخوني في هذا الوقت. فالحديث لكم الآن والكلام لكم. فعلا أنا فعلا ثاني مرة أحزن. تدري إيش محزن؟ الشباب يوم كانوا يعترضون إن الكام ما يدخل غرفة النوم ولا يطلع بث، الآن إحنا طالعين بث والجميع يتمنى أنهم يطلعون بث في غرفة البث. وفق مثل هذه اللحظات لا يمكن إحنا نمر عليها مرور العابرين، لكن أمانة أنا أعرف هذه النهاية جيدا وعشتها جيدا، وترددت والله أني أجي أكون معكم في هذا المكان لأني عشته وجربته وأعرف شعور كل واحد فيكم، وأعرف اللحظات الأخيرة هذه، وأعرف قديش هي محزنة ومؤلمة جدا، لكن صدقوني إنها زي ما هذه اللحظات عالقة في ذاكرتكم جميعا، صدقوني هي عالقة في أذهان الجمهور. أنتوا نسخة عظيمة جدا، عندكم إرث عظيم سيبقى في ذاكرة الجمهور قبل أن تكون في ذاكرتكم. أنتوا شباب أنتوا عظيمين جدا، لكن سامحوني أنا قبل لا أقطع عليكم رسالة. أنا ودي بعد ما يخلصون الشباب عشان الوقت ودي شنطكم وكلكم ونروح على الخيمة نختمها. بس في رسالة أخيرة تجاه، سامحونا بكلامي نيابة عن فريق ذاكاش، سامحونا لنا حديث معكم في الخيمة، لنا حديث معكم في الخيمة أو زعلناكم في شيء تعتبرون. طيب تفضلوا أباخذ من مصر الحديث. طيب وأنا أنتظركم في الخيمة بإذن الله. شاب
شلونكم كلكم على الخيمه؟ خذوا ملابسكم يا شباب، خذوا ذكرياتكم معكم. نسبها الجدران. لا والله خذوها معكم الجدران، لان هي الرابط الحقيقي بين مسفر. عبد الله اكدكم لقبكم، هذه حلقه تخرج طوالكم يوم طول بالي. شاري اخذت معك ايش تقول زملائك لهذه الغرفه لهذه الذكريات؟ انا من اول ما دخلت تعال من اول ما دخلت كان في قصيده ما تمنيت انه يجي اليوم اللي اني اقولها فيها، وجاء في يوم واعيده للمره الثانيه وهي اخر مره. يقول ورأيت حلما أنني ودعتهم فبكيت من ألم الحنين وهم معي، مر علي بأن أودع زائرا كيف الذين حملتهم في أضلعي، ورجوت عيني أن تكف دموعها يوم الوداع نشدتها لا تدمعي، أغمضتها كي لا تفيض فأمطرت، أيقنت أني لست أملك أدمعي. الذكريات واجد، الشيء المحزن والله 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 ان في القلب حزن عظيم يا شباب على فراقكم. والله اني اقولها وانا صادق، اقولها وجلدي يقشط وانا اشوف، بقولها بالعاميه يقشط، نقولها احنا ما ادري، اقشعر بدني بالفصحى، لان انا قاعد اشوف تحملون معكم مبادراتكم، دروعكم، هداياكم، محبينكم معطينكم الرسائل هنا، ملابسكم. كم من يوم اخذتوا ملابس بعض؟ يعني انا قد شفت جاكيت مشى على 6-7 والله شماغ مشى، يعني بسيطه يا شباب. انتم عشتوا 4 شهور، يعني ترى مو بسهل جدا انك تعيش 4 شهور في مكان مع نفس الاشخاص بنفس القصص والحكاية وتنامون سوا وروسكم عند بعض وفي يوم يختفي هذا كل شيء. انا اتمنى وانا اقول هذه رسالة في هذه الغرفة يا شباب، أتمنى أن تبقى روابط الأخوة بينكم أبد الآبدين. والله 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 أن ما حدث في هذه الغرفة سيبقى في تاريخكم للأبد، لأن ترى مو بيوم تقابل شخص ساعة وتروح، لا لا، أحاديث ما قبل النوم، أنك تعيش يوم كامل معه، ذكريات ستبقى خالدة. أنا ودي أسمع منكم كلكم والله العظيم أن هذا المكان وهذه المشاعر، أنا أحس محاط بمشاعر بحب عظيم. أنا بتكلمك كلمتين بس. مسفر عندك أنا وبعدها أنا بعد. أنا صراحة أنت تشوف إني جالس مع أخوي زياد الشهري، أستاذ زياد الشهري قبل الغرفة هذه. ممكن أنت تتكلم عشان ثواني بس، ثواني آخر شوي بس، ثواني بس، ثواني بس. وأنت كنت واقف معنا كنت أتمنى إنه قبل ما يبنى غادر من المكان هذا عشان وشو ما نوقف الوقفة هذه الحزينة في آخر يوم. أنتم لكم ذكركم نقد كلكم والله تكلم جد، أخوي زياد الشهري، أخوي أستاذ الشيخ إبراهيم حسين، انتم فريق النقد موجود عندنا هنا والله العظيم من كل خطرنا الا كامل الاحترام لكم، وانكم انتم اللي وجهتونا على الطريق الصحيح في الاعلام. بالعكس احنا تشاجرنا تلاعبنا وضحكنا وما قوزعنا على بعض ونرضى في ساعتها. انتم لكم كامل الاحترام، انا اقولها عندي وعن اخواني كلهم بهم الله يعطيك العافيه. كل خير لبابا اللي قوصتوا العافيه. ابي اشير معكم شراطه يلا بساعدكم والله بساعدكم خلنا نساعدكم. يلا شباب شباب لا كل ساعة واشمع وروي وجودك كل ساعة واشمع يا ريق الخطر ضميرك يوم راي عطري من أفرحك ثلاثة واربعة بعض المواقف بعد ما نخلص الجلسة شيء ترى نتكي أو نتكي هنا الآن إحنا بنعيش الجو هذا ليه؟ وللمعلومية الثوب هذا لبسته أول دخولي للقرية هذه، وأنا أصريت إني ألبسه آخر يوم بهالقرية، وكنا آخر الليل يعني مثلا كان ألبس الساعة 3 نتكي هنا، اللي يسولف واللي يتكلم، فوالله الذي نفسي بيده إني أقول أنها يا زينها الذكريات، إني ودي أن أغراضي تبقى هنا ونص أغراضي أنا خليتها هنا، وبس وجمل الله حالكم وصلوا والناس كلهم. أي والله.
الغرفة هذه له كل زاوية فيها ذكريات، فيها أشياء جميلة. طيب حياكم الله مجددا بعد تغطية لطيفة وجميلة في غرف نوم الشباب، ذكريات أكيد ستبقى عالقة في أذهاننا جميعا. قبل الختام أنا معي تقريبا 4 دقائق فقط عشان نختم ضيق الوقت، لأنه لسه في بروفات كثير، لسه في شغل كثير جدا يخص الحفل الختامي، فمضطرين نختم بشكل عاجل. لكن قبل هذا كله فيه آخر مبادرة ستسطر في برنامج البزنس مع حبيبنا عبد الله الروقي. حياك الله يا ابو سعيد. في اللحظات هذه أنا حبيت يكون ردي على شعوري في نهاية البرنامج يكون بشيء ملموس، وكانت مبادرة تعبت عليها شخصيا. أنا عرفت في البرنامج وقدمت نفسي كشاعر وكمقدم وكممثل وكمتسابق برنامج واقعي، لكن في الحقيقة أنا كاتب، وحبيت أقدمها كآخر شيء وتكون على فكرة مبادرة. وأشكر من وقف خلف طباعة هالكتيب البسيطة والمجلة، وراح أشكرهم بساميهم في وقت آخر. لكن هذه فكرتها بسيطة، رسالة للكيان والجمهوره والأخوان المتسابقين كلهم، حتى 7 اللي كانوا معنا في التعليقة لهم رسالة مني كانت شخصيا، ورسالة ارفعها شوي رسالة للجميع، اللي هو مسكن الذكريات. جميل. مؤلف من أكثر من محتوى، في رسائل خاصة لكل شخص، رسالة مني له وصورته خلفية للصورة وللكيان وللجمهور. ها؟ مقدمة وإهداء. لا عشان ما تحرق عليهم رسائل. لا إيش أنا ما كانت فكرة. بس عجبني الاسم مسكن الذكريات. إيه نعم. اللي فهمته من هذا الكتيب أو هذه الرسالة حتكون في رسالة خاصة حيقرأها كل واحد بعد البرنامج. الوحدة. كل شخص له رسالته الخاصة، وأهم ما في هالكتاب اللي هو أدب الرحيل. الرحيل له ثقافة وله أدب. جميل. والشخص حينما يفارق الأشخاص أو يفارق المكان في واجبات عليه وحقوق يقدمها. موجودة في الكتاب وأنتم أعرف مني في الأمر، ولكن حبيتها أشياء ملموسة، فشكرا لمن وقف خلف هذا العمل، وأتمنى تكون مبادرة مقبولة في نهاية هذا. يعطيك العافية على عجالة يا فهد. هذه نسختك. شكرا شكرا لك. يعطيك العافية. الكبيرة جدا يعتذر لهذه المجموعة فردا فردا، يحبهم جدا ويقدرهم. من بكرة بإذن الله تعالى ولمدة 3 أيام صباح الخير لهذه المجموعة أولا، ثم صباح الخير لفهد معي. طيب قبل أني أعلق على شيء مهم جدا، باسمي واسم أعضاء خذها كاش حرجع لكم حنعلق تعليق خاص يخص فقرة خذها كاش ومسيرة خذها كاش بعد المتسابقين. لكن فيه فريق خلف خذها كاش دعم بكل ما يملك من وقت وجهد وتفكير لأن تظهر خذها كاش بالمظهر اللي أنتم شفتوه. بداية تسمحوا لي، ودي كل واحد منكم يا شباب يقدم درع معين. وانتوا جالسين يا شباب. الفريق اللي اشتغل مع خذها كاش بداية أنا من عندي الأستاذ أحمد الكثيري، وسبحان الله جاء حظي في أحمد الكثيري، الفنان العذب أحمد الكثيري، بداية من إشارة البرنامج، بداية من بعض اللقطات اللي كانت بصوته، إلى الشيء الختامي اللي راح نسمعها بعد شوي كانت بصوت هذا الجميل الفنان العذب أحمد الكثير، كان معنا بقلبه وصوته ويبلغكم السلام. كان ودي والله أخذه في اتصال، لكن وكان ممكن يكون حاضر معنا اليوم، لكن رجال خارج المملكة في الإمارات، فما قدرنا يحضر معنا هذه الليلة. باسمي واسمكم واسم فريق خذها كاش وجه له التحية على كل ما قدم أحمد الكثير. يسعد. الشكر والتقدير ايضا لفريق الاعداد الموجودين معنا، الشباب اللي تناوبوا على اداره الفقره. اي بلا شك. استاذ وليد حنفي، استاذ وائل بناي، استاذ عبد الرحمن العامر، هذا راح نجيلهم باذن الله. قدموا. وكذلك شكر للفريق النسائي اللي نقدم لهم اليوم دروع، شكر على جهدهم، على سهرهم، على المحاول اللي كانوا يصنعونها لنا، التغطيات الجميله اللي قدموها. هنا شكر وتقدير للاستاذه زيون حيدر. شكر وتقدير كبير. شكرا اخت زيون. شكرا. حجك نواف. فهد، كلمة شكرا لا توفيهم حقهم. الدرع اللي مقدم معي للأستاذة الجوهرة محمد. أنا مواكرم أستاذ الجوهرة. شكر للأستاذة ريان محمد، فعلا تعبت معنا كثير وكان جهدها كبير جدا في هذا البرنامج.
الله يعطيها العافية. هذا شيء عظيم جداً, جداً في مجال جداً الإعداد جداً. كانت تختصر لنا الكثير في خذها كاش صراحة. نعم. ريان محمد شكراً لك, الله يعطيك العافية. طيب بالنسبة لكم أنتم يا شباب والعلاقة اللي كانت بين خذها كاش وبين متسابقين برنامج البزنس, أولاً أنا فخور جداً وأقولها الحين بشفافية تامة في مسيرتي معكم خلال فقرة خذها كاش كان عندي مبدأ وحبيت ألزم عليه أن أكون على مسافة واحدة مع الجميع, لكن هنا في هذه الفقرة الأخيرة في ختام هذا البرنامج أعلن انتمائي التام لهذه النسخة برنامج البزنس, نسخة عظيمة والله ما أقولها مجاملة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى, رغم ما صار من مداخلات وأخذ وعطى داخل الكونفشروم داخل الفقرة, مشاحنات كلام كبير, لقطات ختام كانت ساخرة وفي بعضها كانت أصلا قاسية جدا, لكن كنتم رجال متربين صح, أخلاق عظيمة, أخلاق رجال أحرجتوني فيها تماما, أحرار جدا جدا, لو كان غيركم ما راح يمكن يتحمل مثل هذا النقد, لكن لأنكم رجال متربين صح تملكون أخلاق عالية جدا ونجوم. شكرا أعترف ونجوم نجوم كبار إلى المرحلة النهائية. اليوم نتكلم على البرايم النهائي كلكم تنافسون بشراسة, ما أخفيكم سر من الأسرار, أنا كنت أتعامل, أنا أتكلم عن نفسي والشباب راح يتكلمون عن أنفسهم, أنا أتعامل مع كل شخص على حدة, ويمكن لاحظتوا هذا الشيء اللي يدخل معي في المشروع أتعامل مع تعامل غير عن الآخرين. وأقول سر آخر, من عبد الله الروقي جنبي, عبد الله الروقي, عبد الله الفريدي, سعد الغرمول تحديدا, هذولا كان لي تعامل خاص معهم عن غير البقية, لأني أعرف تماما, وخذوها مني معلومة, ويمكن عبد الله الروقي ما قد سمع هذا الكلام مني حتى تحت الهواء, خاصة عبد الله الروقي, سعد الغرمول, عبد الله الفريدي, لو كانوا في نسخة غير نسخة هذه حيكون فيه سجال كبير جدا, وحيكون فيه منافسة شرسة من أقوى المنافسات اللي ممكن مرت على برامج الواقع. الفرق اللي كان بين عبد الله الروقي تحديدا ثم الغرمول والفريدي وبين بقية الشباب, لا يعني أن بقية الشباب أنهم أقل, لا أبدا, في فارق كبير جدا في التعامل. هذول الشباب تعاملوا معكم تعامل جميل جدا يسطر بماء الذهب في 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 تاريخ برنامج البزنس. كنت حريص اني اتعامل واتصادم اكبر واكبر واستفز اكثر واكثر عبد الله الروقي, سعد الغرمول, عبد الله الفريدي. عبد الله الفريدي بارد جدا, ذبحني, قتلني, مؤدب جدا, لكن في النهايه لازم اني اطلع لهالمستوى عشان اعطيهم روح منافسه اكثر واكثر. شكرا يا شباب. سعود تفضل. لا حديث فوق حديث الشنط اللي موجوده قدامي. حقيقه هذه النسخه مميزه جدا. ردات فعلهم يا اخي يعني بالفعل تدرس. تابعنا برامج واقع, قدمنا, شاركنا, بالفعل ردات فعلكم واضح انكم ما شاء الله, وان تحدثنا في بعض الامور وان حدث بعض الامور في وقت سابق وإن حدث خلافات وإن أظهرناها وإن تحدثنا, لكن في الأخير الأعمال بالخواتيم. خاتمتكم اليوم جميلة, أنتم أثبتوا اليوم بالفعل أنكم على قلب واحد, وصولكم للختام وأنتم أو أقول لأول مرة العشرة كلهم مرشحين للمراكز الأولى, يعني اليوم وإن فضلنا بعض الأسماء لكن في الأخير العشرة كلهم مرشحين للمركز الأول, هذا يدل أن هذه النسخة قوية جدا جدا جدا. أنا استسمحكم جميع في هذه اللحظات, إذا حدث خطأ من أخوكم فوالله إنه خطأ من محب لكم, إن قسونا عليكم بيوم فكان هذا الهدف, ترى الذهب والألماس ما يطلع إلا إذا على قولتهم صقل, فأنتم أثبتتم معدنكم الحقيقي, أثبتتم عشمنا فيكم في البداية. في البداية كنا نقول منجم وبحث عن ذهب, أنتم الذهب يا شباب, والله هذه نهاية القصة, أنتم الذهب اللي كنا نتحدث عنه في البدايات. نعم. أنتم اليوم ذهب يخص قناة الواقع, هذا المنجم احنا جالسين في وسطه الآن, وهذا الذهب يحوطنا من يمين ويسار نقدمه للناس, الله يرحم والديك, وأنا متأكد أنه ذهب على أعلى مستوى على قولت 24 قيراط, فالمستقبل أمامكم,
أنا ما أحب أتحدث في الماضي كثير قد ما أحب أتحدث في المستقبل. أنتم الآن نجوم، المسيرة قدامكم، محبينكم ينتظرونكم بشغف الآن، الإضافات الآن في سناباتكم ينتظرون بثوثكم، ينتظرون حديثكم، ينتظرون صحيح. ذكرياتكم. استمتعوا يا شباب بما تقدمون، استمتعوا بالقادم، فأنتم تستحقون طيب. هذا النجاح. شكرا شكرا سعود. كلمة أخيرة بس. فضل نواف على عجالة. أنا دائما أقول التعبير يخونني في لحظات الفراق. هي رسالتي الأخيرة تجاهكم كلكم جميعا، كلكم الله أنكم في عيوني، كلكم واحد وكلكم أقدركم. هي رسالتي الأخيرة، سامحونا إذا غلطنا عليكم أو ثقلنا عليكم، لكن كلها في صالحكم. ودائما مثلا إذا زعلت حاولت، يعني إذا طلعت من البث إني زعلت أحد، أحاول إنه قدر المستطاع إني أروح له، إيش سبب زعلك؟ أحاول قدر المستطاع إنه ما حد يزعل، لأنكم أثبتوا في هذه النسخة أنكم رجال 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 فعلا، مو متربين مرة، متربين 100 مرة، لكن بإذن الله. دائما أقول إنه أنتم نجوم، لكن من يستمر في هذه النجومية هو البطل. أتمنى أنكم تستمرون في هذه النجومية، خلفكم أمة تحتريكم وجمهور يحتريكم. أتمنى أنكم تثبتون أنكم قد هذه النجومية، وكلنا معكم. طيب شكرا فهد معيان. كلمتين أنا فخور بكم وأنا أحبكم جدا. الله يحبك، ما تغلل اللي يغليك يا فهد. سم خلاص. أنا فخور بهم وأحبهم جدا. شكرا لك. اختصرها. طيب عطني بس نقطة. تفضل شباب. على عجالة ترى ما عندي وقت والله. الآن القمة تتسع لكم كلكم، والله أن القمة تتسع للجميع، المجالات مفتوحة في كل. النجاح ليس ظهورك في قناة، القمة تتسع للجميع. لا تقارنون، لا تقعوا في وحل المقارنات، لا تقارن نفسك بأحد، لا تقارن بمشاهدات. أنت نجاحك لو يتابعك 100 أو 1000 أو 100 ألف فأنت ناجح، يكفي أن يتابعك 100 فقط. نعم. طيب بشار، في نصيحة أخيرة جدا، نصيحة أخيرة وأتمنى تقبلوها من 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 أخوكم. وقبل نصيحة ودي أعيد وأكرر على المعلومة اللي ذكرتها في بداية الفقرة، إن فيه تقريبا 6 متسابقين عدلت بعض الأسئلة الخاصة فيهم بإذن الله. صدقوني مع الأستاذ زياد تكفل بهذا الشيء، وهو داخل كنترول بعد الفقرة عدلها هو بنفسه، فلا أحد يخاف أبدا، لا أنتم ولا جمهوركم الكريم. ودي أقول معلومة مهمة جدا بعد نهاية البرنامج، أنتم بين أمرين تذكروها جيدا، إما أنك تشتغل على نفسك وتستفيد من هذه القاعدة اللي أنت حققتها داخل هذا البرنامج وتنطلق لنجاح أكبر، إما وحذاري أن تلهيك شهرة هي مؤقتة إن لم تستغل هذه القاعدة وتطور من نفسك. صدقني هذه الشهرة مؤقتة ستنطفي قريبا عاجلا. اللهم أني بلغت. أنتم نجوم، تملكون مواهب كبيرة جدا، قدامكم فضاء واسع، حققوا نجاحات، أنتم تقدرون. حققتوا في نجاح في 108 أيام نجاح منقطع النظير. أمامكم الفضاء، أنتم نجوم كبار جدا. لا أحد يقول لازم أني أرجع في القناة، مو شرط، عندك فضاء أكبر كل واحد في مجاله. في صفقة ودنا نقدمها لعلي الجعيدي الغائب الحاضر الذي استبعد، والحمد لله أنه استبعد. فيصل عرجاني في نص دقيقة. سم أنا من يوم سمعت شلت إبراهيم، من يوم دخلنا هذا البرنامج العلوم علوم، وعاد اليوم كملت على فرق الرجاجيل، أقول سمعت لي شلت دايم تبكيني، يقول سمعت لي شلت دايم تبكيني، أبكي على فرق الرجاجيل من داني، صدري طواها الحزن والليل يدعيني، وجدي على ربعي وناسي وخلاني، ماني بعرف الطريق اللي يوديني، تحت أقدامي وقلبي وين وداني. سلامتكم. تعالوا تعالوا هنا يا شباب، تعالوا هنا، تعالوا كلكم، تعالوا كلكم، تعالوا تعالوا هنا. أنا أنت وقتي، أنت وقتي. لا لا بس كلمة بسيطة. أنت بكرة إن شاء الله بحب ختامي نقول لي تبغون. تعالوا شباب، أنا بجلس، أنا بجلس، أنا بجلس. تعال يا صورة جماعية عشان نختم شباب فقرتنا. أنا دائما أحب. عشان تعالوا تعالوا هنا. تعالوا كلكم هنا، تعالوا هنا جالسين شباب، اللي ما طلع يطلع هنا جالس. اليوم الختام، الختام معكم جماعة. ايوه شوف الام يحتضنني. طيب يا شباب، يا شباب سامحونا على كل شيء، وباسمي واسمكم اشكر كل من هو خلف هذه الشاشة، بداية من الأستاذ ناصر الغامدي، ثم القائد الجديد زياد الشغف، زياد الطموح الذي يكمل هذه المسيرة الكبيرة. شكرا
لرفقاء الدرب من سنوات، المخرج أباض، المخرج حسين، ياسر موظف السجيل، مهندس منيب الجميل، عبد الرحمن العامر، وائل البناي، جميع المعدين، أبو الليل، أبو هشام، ولد منيب، الجميع الجميع بلا استثناء. وهنا هنا 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 يا شباب، هنا ليست لقطة خذها كاش، بل لقطة ختام. ترجل الفرسان من أرض من صهوة جواد البزنس، ليمتطوا صهوة جواد آخر نحو فضاء رحب أوسع من الإعلام. ملحمة سطروها خلال 108 أيام، سيسطرون ملحمة أخرى في فضاء الإعلام إن شاء الله في القريب العاجل. شكرا لكم، شكرا لكم بلا استثناء، شكرا على كل ما قدمتوا، شكرا لهذا الجمهور الوفي العظيم، رأس المال الحقيقي الذي أعيد وأكرر هذا هو المكسب الحقيقي. وأرجو أن نكون أوفياء مع هذا الجمهور العظيم وهذا الجمهور الوفي. وداعية يا آخر ليلة تجمعنا، وداعية نراكم على خير في أمان الله. خلوك. ثلاثة شاب شاب، لقطة ختام، صورة جماعية، صورة جماعية. في شيلة شاب شغلوها عشان يسمعونها الشاب، احنا نختم عليها بس الآن. خلنا نأخذ لقطة جماعية شاب. 3 2 1. الله الله. بالبعد مجبور لكن منسى والله فضلها، منسى والله فضلها. كل ما قدمت خطوة. هذا البرنامج يقف الفرسان بجيادهم ليسطروا ملحمة جديدة وقصة جديدة، مواقف وأحداث وحكايات وأفراح وأحزان. قد ننتقد، قد نتعاتب، قد ندعم، قد نشجع، قد نحزن أحيانا. أعود إليكم مجددا على العهد والوعد والمبدأ الذي لا أحيد عنه أبدا. هنا في فقرة خذها كاش، السقف مفتوح والشفافية تامة والنقد بموضوعية تامة بعيدا عن الحياة. أعتقد نقد موضوعي بناء، نعتب أحيانا، نعم ننتقد أحيانا بشدة، نعم.
صايد كلنا صايد وفايد يا هلا البزنس كفو يا هلا البزنس كفو طونا كل وقت حيه عامنا بشاذلية ضيفنا